السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير وبخير. اليوم غندير معكم البيني، ما مقليش في الزيت في الفران ان شاء الله. نقول لكم المقادير: عندي هنا كاس ديال الحليب، عندي نص كاس ديال الزيت الروميه، عندي كاس ديال الماء، عندي نص كاس ديال السنيده، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، معلقه ديال الملح، عندي قشره ديال الليمون، عندي النكهه ديال الفاني، والطحين غندير على حساب الخليط. راه كيجي زوين كيطيب في الفران، ما كيجي فيه لا زيت لا والو. ندير كاس الحليب، عندي كاس تاع الماء، نص كاس ديال الزيت الروميه، نص كاس ديال السنيده، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، قشره ديال الليمون، والنكهه ديال الفاني. معلقه ديال الملحه. المهم البنات، ها هي العجينه، هي تعجنات، ها هي جات مرخوفه مقاده. درت 5 الكيسان، هزت ليا 5 ديال الكيسان ديال الطحين فورس. صافي دابا غنخليها واحد شويه، غنغطيها بواحد البلاستيكه، وغندير واحد الزلافه تحت منها فيها الماء طايب باش تطلع ليا الخميره دغيا. صافي وندوز ان شاء الله نقطعها وهانتوما معايا. المهم البنات، انا عندي هنا خديت الزلافه فيها الماء طايب، غادا نحط فيها هاد الطاوه ديال العجانه وغنخليها نغطيها بالبلاستيكه ونخليها تطلع الخميره شويه عاد ندوز نقرصها. المهم البنات، هنايا غادي نصوب الكريمه دابا ديال البيني اللي غنزوق بها البيني من الفوق. المهم عندي هنا جوج كيسان ديال الحليب، عندي هنا كاس الليمون عصرته، عندي هنايا فاني وحده، عندي الفلون ديال الفاني، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال النشا، وعندي هنا السنيده. المهم نبداو ان شاء الله. المهم البنات، دابا غندير هاد جوج كيسان ديال الحليب، غنكبهم في الكاسرونه، غنزيد عليهم كاس الليمون عصير، صافي غندير هاد النشا ديالي هنا في الكاسرونه، يلا سير. عندي هنا خنيشه ديال الفاني، خنيشه ديال الفلو ديال الفاني حتى هي، وعندي 3 المعالق ديال السنيده كبار. على حساب الذوق، اللي كيبغي الحلاوه بزاف راه غيزيد السكر، اللي كيبغيها ناقصه في السكر ما يديرش 3 المعالق كاملين. صافي دابا غادي نديرهم في البوطه حتى تطيب، تصوب لي الكريمه وغندوز ان شاء الله ندوز لدوك الكرصات اللي قادين. المهم البنات، انا كملتهم دابا في التقطاع، دابا غادي نقرصهم واحد شويه بحال هكا، وغنخليهم يخمروا يطلعوا واحد شويه، عاوتاني عاد غادي نزيد نورك عليهم بالكاس من الوسط، غندير فيهم الكريمه ان شاء الله. هادو مختلفين على البنين اللي كنديرو في مقلي في الزيت. غنغطيهم وغنخليهم واحد شويه يطلعوا في الخميره ونرجع معاكم. المهم البنات، ها هي الخميره عاودت طلعت عاوتاني المره الثانيه في الخميره. غناخذ هذا الكاس، هذا القاع ديالو صغير، غندهنوا شويه بالزيت،
وغندير لهم واحد الثقبه الوسط فنعمر الكريمه. ثلاثة ولا كاس لي كانت انا شعلت الفران من قبل بس خليه هالكريمه كيفاش جات ما خليتهاش عقاد بزاف خليتها جاريه واحد شويه نبدا نعمر فيهم من الوسط ندهنهم من الجناب بالبيض عندي هنا صفر بيضه وواحد نقيطه ديال الحليب مهم البنات هالبيني ديالنا هو خرج من الفران ها هو جا ما شاء الله عليه جا غزال تبارك الله وجا مفشفش من الداخل درتو دهنته بشويه ديال العسل ودرت ليه شويه السنيده من الفوق ها هو كي جا راه جا غزال تبارك الله ما نعاودش ليكم ها كيفاش جا من الداخل كي جا جا غزال ما شاء الله وكنتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله انا حاولت ندير لكم شي حاجه طيبه في الفران حسن ما يتقلى في الزيت هادشي اللي كاين وكنتمنى تجربوا هاد الطريقه ديالي وعاونونا بلي لايك وشجعونا بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء وكنتمنى تبقاو على خير وبخير وبسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد.